ضيفتي اليوم هي بنت بلادي رحمة رياض أحمد. شوفي الاستمرارية أصعب من النجاح. سمعتك أنت قلت لما تركنا بعض، بس ما عرفت ليش تركتوا بعض وقتها. شنو كانت ردة فعلك من أحمد؟ طلع فيديو قال أنا أتبرأ من رحمة. مشيت بنية طيبة. ليش أنت ما تكونين بهذه الجرأة وتقولين أنا الأولى، أنا نجمة العراق الأولى؟ سهير شو الليلة العاشرة بتوقيت بغداد على أم بي سي العراق وشاهد.